السلام عليكم اخوتي المغاربه. السلام حميد العقاوي، كنشكرك بزاف اوليدي، الله يسهل عليك على الوقفه اللي وقفتي معايا، الله يسهل على دوك المغاربه اللي وقفوا معايا كاملين واللي عاونوني، بغيت ربي يعاونكم كاملين ويسهل عليكم. ودابا اخوتي كنعجدكم، بغيت وليدي يجي ليا، بغيت وليدي ندفنو حدايا، راه وليدي تكرهت عليه وعامل سما شتو، ودابا راه موحشه بزاف، حنا قال يجي تدفن حدايا ما يبقاش ليا تما. دابا راه وليدي ميت ليا في سويسرا، كان فين فواحد البحيره كيعوم وغرق ومات، ودابا ما عندوش مسكين الوراق حيت كان حارق، ودابا صيفطنا ليه التصاور ديالو وداكشي. بغيت وليدي صيفطوا ليا تعاونوني توقفوا معايا، يسهل عليكم. وبغيت محمد السادس يتدخل ليا في هادشي، انا مزوقه فيك محمد السادس، عاوني عاوني اخويا، راني راني مريضه وكنت كنعالج السرطان، وراه وليدي غامر على قبلي، وليدي غامر بغا يداويني، وليدي غامر حيت مصطفاش ندير كونترول، مصطفاش نشري الدواء، مصطفاش ندير سكانيرات، وكلشي غالي، وانتوما راكم عارفين السرطان وعارفين شحال كيخسر مخسورات فيه. دابا خوتي كنترجاكم وكنطلب منكم ومحمد السادس يتدخل ليا في هادشي ويجيب ليا وليدي، هادشي اللي بغيت وليدي يجي عندي يجيبوه ليا باش ندفنو حدايا، انا مزوقه فيكم وانا مزوقه في محمد السادس، هادشي اللي قديت.